بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نشوف مع بعض أداة اسمها فاميلي اكستراكتور. دي بتصدر لي كل الفاميلي اللي موجودة في المشروع وبيقسمهم لي الفولدرات. يعني أنا عندي طريقة في الريفت إن أنا هاجي هنا أقول له سيف أز فاميلي لايبراري فاميلي وكده صدر كل الفاميلي. بس هو هنا صدرهم لي كلهم في فولدر واحد فمش هقدر أفرق بينهم. ففاميلي اكستراكتور بيجيب لي كل الفاميلي ويصدرهم لي كل كاتيجوري في فولدر لوحدي. ده بحيث ان عندي فولدر للويب وفولدر للجريد وفولدر للبروفايل وهكذا. بقول له تشيك اول، حدد هنا المكان اللي هيصدر فيه. هو بيبدأ بقى يعمل فولدرات. تمام، صدر لي كل كاتيجوري في فولدر لوحده.